على طار الدنيا يا أخي، الدنيا عجيبة يا دوارة. اليوم مريت مكان اللي هو كلية الطب بجامعة الملك سعود. مريت المكان وكان فيه ذكريات عظيمة. يعني أنا هي رسالة وصلها من الصباح وهي موجعتني جدا، ولا سبق تكلمت عن هذا الموضوع، بخليها مدخل لي وللشباب وللجميع ولمن يشاهد. في عام 1423 كنت أحد طلاب كلية الطب بجامعة الملك سعود. كان هذا حلم الوالدة الله يرحمها، انك تصير دكتور. بالضبط، كان حلم عظيم، وفرحت جدا بتحقيق هذا الحلم بدخولي الجامعة. ويبدو ان احتفالي المبكر بالدخول وفرحتي وعشت الدور كان هو السقوط لي. فشلت في تحقيق هذا الحلم، وكان فشل موجع جدا يتجدد بكل لحظة مرور من أمام هذه الكلية، وكأن هناك شيء داخلي يعذبني. أمانة أتمنى أسمع أقصى العبارات، أتمنى أمر بأقصى الظروف، بس ما أمر من أمام هذه الكلية. اليوم قدر الله مريت من أمامها وتجددت هذه المواجع. عشان كذا يا جماعة الخير، لا تتنازلوا عن أحلامكم، قاتلوا من أجل هذه الأحلام. إذا عندك حلم وأنت قاعد الآن تحقق أوله، قاتل قاتل أرجوك من أجل أن تصل لنهايته. لا تتنازل أبداً عن حلمك، لا تخلي هناك أعذار داخلية، لا تقصر. أنا أعترف اليوم فشلي، أعترف بتقصيري في تحقيق هذا الحلم، وأنا آسف جداً، آسف لوالدتي. أغفر الله لها. إن الأحلام، الأمنيات تحتاج إلى صاحبهم، والإنسان في أصله صاحبهم. الله سبحانه وتعالى يوم خلق آدم جعل لآدم هدف. أولاً بعثه في جعله في الجنة، أراه هدفه الحقيقي هو وأبناه، ثم أنزله إلى الأرض لكي يعمل المسببات التي تصل به إلى هدفه. لذلك مثل تجربة أبو عبد الله، أنا للأمانة ما أرى أن أبو عبد الله فشل فيها، لعله مر بتجربة فاشلة، ولكن فشلنا عارضة في ذلك لسبب. أن أبو عبد الله الآن أصبح معلم أجيال، مدرس، تخرج من تحت يعني يديها الطبيب، تخرج من بعد تحت يديها الطيار، المهندس، وهذا هو عز النجاح. دائما ابحث عن نفسك، دائما المحاولات التي تخسرك ما هو بنت اللي تخسرها، دائما لا تتحطم واجعل نفسك قوية. اعلم أن الحياة تضعك حيث تضع نفسك. حنا أبو عبد الله كلماتك مؤثرة، ولكن اللي ما يكتبها الله سبحانه وتعالى يدري أنه خيرة في كل الأمور. واعلم وثق تمام الثقة أن والدتك فخورة بك حتى وأنت يعني وإن لم حققت يعني رغبتها، ولكن أنت يعني ما فشلت. أنت كانت أول خطوات النجاح كبوتك هذه. أنت الملك فيصل الله يرحمه يقول: لو لم أكن ملكا لتمنيت أن أكون معلما. فأنت تخرج أجيال، تغذي كليات الطب وتغذي كليات الهندسة وكليات العلوم وكليات الشريعة وكليات، من تحت إيدك أجيال أوقاف تمشي في حياتك. فلا تحكم نفسك. نحن نتعلم منك كل يوم يا أبو عبد الله درس. يعني على مستوى الشخصي، أنا والله الذي لا إله إلا هو ما هي محابة، والله أني تعلمت من هذا الرجل دينة الأخلاق وكرامة النفس والتواضع والمحبة والحب. وترى أبو عبد الله تراه مع حتى 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 في قضية يسأل عنك يتوصالك، فهذا ليس فشل نهائيا. أنت حتى دخلت تخصص يعني ما هو على كل واحد إنه يجيبه، إنه يجيب تخصص الرياضيات، تخصص يعني 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 ما يجيبه للنوابغ. وأعلم أن الله عز وجل لو كشفت حجب الأقدار لرضي العبد بما قدر له. آمنا بالله. لرضي العبد بما قدر له. أنت يمكن دخولك للطب هذا، يمكن الله يبغى يكف عنك شيء بيدمرك نهائيا، ما تدري إيش الله يخير. كذلك بعد الله مميزاته أنه معلم في الصباح ومعلم في الليل. في الصباح يتخرجون من تحت يده الطلاب، وهنا يتخرج من تحت يده المتسابقين الفاشلين. نعم. أمانة يعني الفشل لم يكن بالأمس. أمانة الفشل مر عليه سنوات، يعني تقريبا 20 سنة، حوالي 20 سنة. هي كانت رسالة أمانة لي أنا أولا،
ورسالة لمن الآن يصنعون أحلامهم ومن هم المتسابقين الآن، وهي وأنا تذكرت وتعمدت، المفترض أني ما أذكر أمر شخصي هنا، لكن أنا تعمدت أن أذكرها الآن للي موجودين الآن في المنتجع ويشاهدوني. بيجي يوم تتذكر هذه الأيام، ستندم على تفاصيل صغيرة لم تجتهد فيها. أنا الآن قاعد أندم على أمر قبل 20 سنة، على حلم ما قدرت أحققه، على أمنية ما قدرت حققت أولها. الآن أنتم حققتوا أول الحلم دخولكم، ما بعد الحلم اللي هي الخطوة الثانية. أنا تكاسلت جدا في الخطوة الثانية، فأرجوكم أرجوكم لا تتكاسلون، ولمن كان له حلم ممن يشاهدنا لا تتنازل أبدا عن تحقيق بدايته والمواصلة فيه حتى يكتمل هذا الحلم، لأنك ستندم كثيرا وستجلد ذاتك حتى تغادر هذه الدنيا. أنا أعتذر جدا للبداية، ولكن شيئا في الخاطر أتمنى أن أوصل، يمكن أحد محتاج أو يمكن أحد بحاجة دفعة معنوية. نذكر أنفسنا الحمد لله راضي بقضاء الله وقدره، ولكن لازلت أشعر بشديد الندم. خلونا نشوف إحصائيات فقرتنا اليوم.